هل المية بتفرق؟ يعني مثلا في الشتاء يقول لك وانت نازل من البيت اشرب بق مية قبل ما تنزل في البرد، هل على العكس بقى وانا طالع من الحر واول ما ادخل البيت اشرب بق مية واستنى شوية وبعدين اشغل المروحة والتكييف؟ المية عامة لازم تبقى باخدها على اليوم بتاعي كامل. المية من أهم 5 حاجات لازم يبقوا في يوم الصف. بس هو كده كده لو رضيع لسه بقى قبل 6 شهور مش هتديله مية، فيعني مامته بقى. احنا بنقسم الأطفال 2 كاتيجوريز، طفل أقل من سنة والطفل اللي فوق سنة. طفل أقل من سنة النصايح اللي بقولها للأم، اللي هتعمليه لنفسك ده هيمنتين الهيلث بتاعتك ويمنتين الهيلث بتاعت البيبي بتاعك، سواء كان حمل او سواء الطفل عنده سنة. فوق سن السنة النصائح اللي بنقولها دي بتكون للطفل. اتليست الطفل فوق سن السنة يكون بيشرب 2 كوباية مية في اليوم، فوق سن ال4 سنين يكون بيشرب 4 كوبايات مية في اليوم، وكل 2 سنين بنزود 1 كوباية. ده لازم.